السلام عليكم. في 31 من أكتوبر يعتبر يوم احتفال بالهالوين، تغلق فيه المؤسسات والدوائر الرسمية أو الغربية أبوابها للاحتفال بهذا اليوم، ويتم تزيين الشوارع والبيوت في الولايات المتحدة باليقطين. من بين تقاليد الهالوين هي خدع وطقوس تعرف باسم خدعة أم حلوة، والتنكر في زي الهالوين ونحت القرع أو اليقطين، ووضع فوانيس جاك ومشاعل الإضاءة، وزيارة المعالم السياحية المسكونة، وقراءة القصص المخيفة، ومشاهدة أفلام الرعب، وسبب الرداء الغريب الذي يرتديه الجميع في هذا اليوم، وهو حتى لا يتم التعرف عليهم من قبل الأرواح الشريرة، حيث تقول الحكاية بأن في ليلة الهالوين تعود كل الأرواح من عالم البرزخ إلى الأرض وتبقى فيها حتى طلوع الفجر. الهالوين شهد انطلاقته الحقيقية في الولايات المتحدة عندما أحضر فكرته لأمريكا الشمالية المهاجرون الأيرلنديون في القرن 19، وتطورت الفكرة عندما بدأ بعض الأطفال والمراهقين بارتداء أزياء مرعبة أثناء يوم الهالوين لإخافة سكان البيوت المجاورة كنوع من الدعابة. وبالنسبة للمنازل التي تشارك بهذه المناسبة، فإنها تقوم بتزيين الباب من خلال وضع يقطين مضيئة للإشارة إلى أن الأطفال مرحب بهم. يعود أصل الهالوين إلى مهرجان سامحين، وهو مهرجان ديني للكاثوليك في إيطاليا وأجزاء من أوروبا. كان الهدف منه بث الرعب في الأرواح الشريرة التي تظهر بعد نهاية فصل الصيف. ولكن لماذا اليقطين في الهالوين؟ يقال أن مصطلح جاك أولانتير أو ثمرة اليقطين المضيئة جاء من أسطورة رجل يدعى جاك قام بخداع الشيطان حتى لا يأخذه إلى الجحيم بعد وفاته، كما أنه لم يكن صالحا بما فيه الكفاية ليجد طريقه إلى الجنة، فحكم عليه أن يظل هائما وليس معه إلا بعض الفحم المشتعل ليضيء طريقه. فقام جاك بوضع الفحم في ثمرة يقطين كان قد أفرغها، ومن وقتها يتجول جاك دون هداية. ويقال أيضا أنه كان الناس يفرغون اللفت أو الشمندر ويشقونه على شكل رؤوس ليرمز إلى الموتى، ويضعونه في بداية الطرقات أو على قرب من المقابر. ولما هاجر الأيرلنديون إلى أمريكا اعتمدوا على القرع أو اليقطين لأنه كان أكثر وفرة. لكن هذه ليست القصة الوحيدة عن علاقة اليقطين بيوم الهلع، فهناك من يعتقد أنه في أمريكا وتحديدا عام 1866 ومع الاستعداد لدخول فصل الشتاء، كان المزارعون يقومون بحرق الحقول لإبعاد الأرواح الشريرة مع نهاية الصيف وقبل بداية فصل الشتاء، ويستخدم اليقطين لإبعاد هذه الأرواح. واستخدام اليقطين ونحت الوجوه عليه وإضافة الشمع له كان طقسا من طقوس الاحتفال بحلول الخريف عند كهنة بلاد الغال قديما. وتتواجد منحوتة لجاك داخل متحف الحياة الريفية في أيرلندا حاليا. شكرا لكم على المشاهدة.